أنا آسف إن أنا هفكر حضراتكم بهذا الأمر لأنه أمر مهم جدا أتكلم فيه. أنا مش بحب أعمل الحكاية دي خالص، ولكن بعد خسارة ولازم نتكلم في هذا الأمر، بعد خسارتنا من سان داونز حاول بعض من لا يشجع النادي الأهلي، حاول بعض من لا يشجع النادي الأهلي إن هو يجرنا للإحباط، يجرنا للإنهزامية. ولكن الحمد لله قناة النادي الأهلي من خلال برنامج البيت الكبير، إحنا أهلوية عارفين كويس قوي قوي إن كل الأهلوية بيبقوا زعلانين، ممكن ينتقدوا أداء، ممكن يقول لك أداء النادي الأهلي وحش، ولكن في الوقت المناسب الكل بيقف وبيحط إيده في إيد بعض. خليني بس أطلع أوري حضراتكم كلمتين أنا قلتهم بعد مباراة سان داونز، وهذا الكلام كان من القلب، ما كانش كلام وخلاص، وكان كلام انا كنت طالع اقوله. يعني انا في الوقت ده تحديدا اتهاجمت كتير جدا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ولكن ما كانش عندي مشكله لاني اعلم تماما ان جمهور النادي الاهلي عقليته كده، اللي ما شجعش النادي الاهلي ما يعرفش عقلية جمهور النادي الأهلي. خليني بس، أنا آسف إن أنا بعمل كده، ولكن خلوني أوري حضراتكم جزء من حلقة أو تاني حلقة أو أول حلقة عملناها بعد مباراة سان داونز اللي اتغلبنا فيها في دوري المجموعات، وهرجع أكمل مع حضراتكم مرة تانية. كلنا وراكم وهنفضل معاكم، لأنه مش ده هو وقت الحساب، مش ده هو وقت الحساب، ده وقت الأهلوية، كل الأهلوية اللي بتنتقد من حق كل الأهلوية وكل جمهور النادي الأهلي ينتقد ويقول اللي هو عايزه، خلي الناس تنفس عن نفسها. لكن دلوقتي يجب أن نقف جميعا إيدينا في إيدين بعض، كل الأهلوية لازم نقف إيدينا في إيدين بعض. المركب دلوقتي في البحر، المركب دلوقتي في البحر، وعندنا محطة، عندنا محطة مهمة جدا أمام القطب، والكرة فيها كل حاجة، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. في كلام كتير جدا ممكن اقوله، لكن اللي عايز اخاطب بيه جمهور الاهلي الواعي واللي مدرك المرحلة الحساسة اللي احنا فيها كفريق في البطولة الافريقية. انا عارف ان الموقف تأزم بشكل كبير جدا، ولكن لسه الامل موجود. عندنا مباراتين امام القطن يوم الجمعة، واخرى امام الهلال هنا. التأهل مشروط بخسارة أو تعثر الهلال على الجانب الآخر، يجب أن يكون هناك تصحيح للمسار، ولازم ترجعوا تاني وتصالحوا جمهوركم، لأن اللي حصل امبارح غير مقبول. لعيبة النادي الأهلي عليهم دور كبير جدا في العودة خلال الفترة اللي جاية، محدش يقول لي تعبان، محدش يقول لي مرهق، على الرغم من أن أنا كراجل لعبت كورة مقتنع بهذا الكلام، ولكن مفيش كلام أو مبررات تقال في هذا السياق أبدا خلال هذه الفترة. التعويض هيكون بالفوز في الماتشين اللي جايين، التعويض هيكون في حالة التأهل، مش حالة التأهل، حالة الفوز بهذه البطولة أو الوصول لهذه المباراة النهائية أو للمباراة النهائية، والفوز بالدوري وكمان الفوز بالكاس. مفيش أي مجال لأي انكسارات خلال الفترة اللي جاية. وهنا أنا بقول لزمايلي، زمايلي اللاعبين اللي أنا كنت واحد منكم، وانتوا عارفيني كويس وانا عارفكم كويس جدا، كلنا تشرفنا ان احنا نلعب بشعار النادي الاهلي ولبسنا فنلة النادي الاهلي. مش متعود ان انا اتكلم مع حضراتكم او مع لاعيبة النادي الاهلي على الملأ، وكلامي دايما بيكون بيني وبينهم، لكن دلوقتي والنهاردة لازم الناس كلها تسمعنا، المرة دي لازم مصر كلها تسمعنا. انتوا مش انتوا، مش انتوا الرجاله اللي عارفين قيمه قميص النادي الاهلي وقيمه جمهوركم وناديكم، مش انتوا اللي فرحتونا، مش انتوا اللي جبتوا لنا البطولات اللي انتوا جبتوها خلال الفتره اللي فاتت، مش انتوا اللي كنتوا موجودين في الملعب امبارح. انا هنا بكلم زمايلي واصحابي اللي هم مني وانا منهم، حافظوا على الفريق، جماهيرنا كلها محملاني امانه، نلعب رجاله ونموت نفسنا في الملعب المباراتين القادمتين. النهاردة أنا بقول لكم أنتوا رجالة، أنتوا أفضل فريق أو من أفضل الأجيال اللي جت النادي الأهلي،
تستحق كل التحية، تستحق كل التقدير من كل جمهور النادي الأهلي ومن كل إعلام النادي الأهلي، كلكم تستحقوا كل التحية وكل التقدير، لأن أنتم رديتوا على كل اللي كان بيحصل، ورديتوا على هزيمتنا من سان داونز، ورديتوا على أمور كثيرة جدا بالفوز بالكاس السنة اللي فاتت وبالسوبر السنة اللي فاتت، أيضا بكاس أفريقيا بدوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله ربنا يكملها على خير بالدوري وبقية البطولات اللي هنلعبها. أنا بشكر جدا 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 هذا الجيل من اللاعبين. بالمناسبة لو حضراتكم تتذكروا، أنا شكرتهم قبل المباراة دي، شكرتهم بعد مباراة الوداد الأولى اللي كانت في مصر، لأنهم هذا الفريق يستحق. علي معلول ده واحد إن لم يكن الأفضل فهو واحد من أفضل ثلاث محترفين جم النادي الأهلي. وخلي بال حضراتكم الكلام اللي أنتوا سامعينه ده، اللي سمعتوه من شوية ده، مش كلام إسلام، ده الكلام اللي إسلام اتعلمه داخل النادي الأهلي، ده الكلام اللي إسلام اتعلمه، إسلامه غير إسلام بالمناسبة، اتعلمناه من جمهور النادي الأهلي. هي دي عقلية النادي الأهلي. احنا بنتعامل مع النادي الأهلي كمؤسسة كبيرة لها تقاليدها وأسلوبها الخاص في الإدارة من 1907 وحتى الآن، وبالتالي احنا ما بنحاسبش على ماتش، احنا بنحاسب على سنة كاملة خدنا فيها كل حاجة. انا دلوقتي بقول لحضراتكم احنا خدنا كل حاجة الحمد لله والشكر لله بفضل جمهور كبير، مجلس إدارة محترم عارف كويس قوي متطلبات جمهور النادي الأهلي ومتطلبات وجودهم في مجلس الإدارة في النادي الأهلي.